أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هي قصة الغرانيق وهل هي صحيحة؟ قصة الغرانيق جاءت بسند مرسل، وبعض العلماء يصححه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قرأ هذه الآيات: فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، صوت الشيطان صوتا سمعه الحاضرون، قال: تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتها لترتجى، فظنوا أن هذا من صوت الرسول صلى الله عليه وسلم، ففرحوا وقالوا: إنه أثنى على آلهتنا، أثنى على آلهتنا، وما أثنى عليها إلا أنه سيتبعنا. هذا إسناد مرسل، وصححه الحافظ بن حجر في بعض المواضع، ولكن المرجع في هذا إلى سورة الحج: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان، يعني يبطل الله ما يلقي الشيطان، ويحكم الله آياته، والله عليم حكيم، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. فهذا في سورة الحج، ويذكر هذا عند تفسير آيات سورة الحج. نعم.